تعتزم منظمة التحرير الفلسطينية تحركها باتجاه مجلس الأمن والأمم المتحدة بهدف تفعيل طلب الحماية الدولية ونيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في المنظمة الدولية. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، قال إن هذا الحراك يتزامن مع الخطاب المقرر للرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن في 20 من الشهر الجاري، مضيفا أن ذلك كله سيتوافق مع التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية للقيام بدورها إزاء جرائم الاحتلال.